عشاق ليالي دوري أبطال أوروبا المثيرة على موعد مع مباريات ذهاب ربع النهائي، حيث يدخل مانشستر سيتي مواجهة صعبة للغاية عندما يلتقي العملاق الألماني بايرن ميونخ في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا. ويبحث مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا عن الثأر من توماس توخيل المدرب البافاري بعد أن حرم الأخير عندما كان مدرب تشيلسي مانشستر سيتي من اللقب القاري في نهائي دوري الأبطال عام 2021، في وقت يفتقد فيه فريق بايرن ميونخ جهود المهاجم تشوبوموتينغ للإصابة في مفصل الركبة. في الجهة المقابلة، مباراة من العيار الثقيل ستجمع نادي إنتر ميلان ضد بنفيكا على ملعب النور، مواجهة صعبة يطمح من خلالها فريق النسور البرتغالي من اقتناص الفوز في هذه المباراة التي تقام على أرضه ووسط جمهوره الكبير قبل الاتجاه إلى مباراة الإياب على أرض غريمه الإنتر من أجل تسهيل مهمته في الصعود والتأهل إلى المربع الذهبي.